بجانب صناعة السياحة، تسعى مدينة الغردقة لخلق فرص عمل مختلفة ومتنوعة لأبنائها، وذلك بإنشاء أول مدينة صناعية تضم العشرات من المصانع المختلفة التي تخدم في المقام الأول النشاط الأساسي لمحافظة البحر الأحمر وهو السياحة. المزيد في التقرير التالي. مدينة الغردقة إحدى أهم المدن السياحية المصرية، تفتح ذراعيها للتنمية الصناعية بما يتماشى مع طبيعتها المتميزة، ويعزز مكانة المدينة التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري. هكذا جاءت فكرة إقامة المدينة الصناعية بالغردقة التي تقع على مساحة 90,000 متر بتكلفة تتعدى 650 مليون جنيه، وتضم المدينة 218 مصنعا وورشة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تصل مساحة كل منها إلى 335 مترا. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يتعاون تعاون كامل وتام مع هيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات إن شاء الله سيوفر منح تمويل لهذه المشروعات بقيمة في حدود 5 مليون جنيه، تشمل الآلات والمعدات ورأس المال العامل. انطلق العمل في المدينة الصناعية بالغردقة بنهاية يونيو 2018، قبل أن تتمكن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تسليمها بعد 13 شهرا فقط. وشارك في هذا الإنجاز 7 شركات متخصصة في البناء والتشييد والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والصرف الصحي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. والمكان هنا اتحدد مكانه هنا مكان مميز جدا لوجود عندنا في ميناء، فتوفر خامات تيجي من بره، سهل انها تيجي من بستورد من بره، والصناعات برضو بعد ما تخلص ممكن تساعد في الصادرات. يعني هنا المشروع مكانه اتحدد بعناية شديدة. المدينة الصناعية بمدينة الغردقة حلم تحقق على أرض الواقع، وخطوة جديدة نحو توفير أكبر عدد من فرص العمل واستيعاب الطاقات الشبابية ضمن جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق مستقبل أفضل للوطن.